أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على يصدون عن سبيل الله ويصدون أولئك في ضلال بعيد وما قومي ليبين
وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم الفاتحة